نفتكر مع بعض عندنا كلمة أويل. هنوصل أويل بالمربع، إزازة الزيت دي بالمربع الأخضر. إيه تاني بيحتوي على أو أي؟ نبص هنا نفتكر مع بعض سايل. سايل نوصل التربة سايل بالمربع أو أي. أو واي بوي. بوي نوصل بوي بالمربع او واي. بوينت. بوينت بوينت بتحتوي على او اي، هنوصلها بالمربع الاخضر اللي بيحتوي على او اي. توي. توي بتحتوي على او واي، نوصلها بأو واي. ولازم نفتكر مع بعض اي كلمه بتتشابه مع كوين، اويل سويل، او الكلمات اللي بتتشابه مع بوي وتويز، عشان لما ننطق الكلمه ننطقها نطق صحيح. listen and read. لسه زي ما قلنا من شويه يا اولاد ان كوين، كوين العملة المعدنية، والبل العملة الورقية. A coin is made of metal. العملة المعدنية تصنع من المعدن. تصنع من المعدن. A bill is made of paper. العملة الورقية مصنوعة من الورق. مصنوعة من الورق. Number two. Look and write. انظر واكتب. هنا عندنا متر معدن، وهنا بيبر ورق. A notebook is made of paper. ده for example. زي احنا نقول كده عندنا النوتة او المذكرة تصنع من الورق. بتصنع من الورق. هنا الكتاب book. لو نقول كده الشطار الكتاب مصنوع من ايه؟ هنقول A book A book is made of هنقول paper ولا metal؟ طبعا الشطار هيقولوا ايه؟ paper. ده نمبر 2. نيجي نمبر 3. طبعا دي صورة ايه؟ علبة معدنية كان. كان اللي هو الكنز اللي احنا بنشتريه ده بتاع السوفت درينكس. A can is made of الشطار ميتر ولا بيبر؟ طبعا ميتر. هنقول A can is made of metal. Number 4. إناء اللي هو pot. A pot is made of metal ولا paper؟ الشطار هيقولوا إيه طبعا؟ metal. A pot الإناء is made of ميتر. ده ازاي نعرف كيفية اصل اشياء ايه؟ لو بتصنع من الورق او بتصنع من المعدن. عشان نفتكر مع بعض let's remember a notebook made of paper. A notebook made of paper. A book is made of paper. A can is made of metal. A pot is made of metal. Another for examples, look and write. عندنا مواد خام أو أشياء بتصنع منها الحاجات اللي احنا بنستخدمها. For example, plastic, البلاستيك، paper, الورق، metal, المعدن، glass, الزجاج، الزجاج. A bag is made of plastic.
الشنطة البلاستيك دي مصنوعة من ايه؟ من البلاستيك. طبعا بنختار هنا بنظلل عليها ونكتبها تحت. ممكن نكتب الجملة كلها. A notebook زي ما جه في المثال السابق هنا.